هواوي من الشركات اللي فرضت نفسها بقوه في السوق المصري الفتره الاخيره، خاصه في الفئه المتوسطه، وكنا شفنا قبل كده المراجعه الكامله لموبايل هواوي ميت 10 لايت بسعر 5500 جنيه مصري، فاكيد سعره قل دلوقتي، وكانت امكانياته ومواصفاته بشكل عام كويسه جدا جدا ومنافس قوي في الفئه بتاعته. فالنهارده معانا موبايل هواوي واي 7 برايم 2018، واللي حدثت فيه شركه هواوي عن السنه اللي فاتت، لان كان في السنه اللي فاتت هواوي واي 7 برايم 2017، ولكن السنه دي معانا الموبايل بمواصفات جديده، فهتلاقي عندك شاشه اكبر بحجم 6 بوصه والابعاد الجديده 18 ل 9 اللي خلاص بقت موضه في كل الموبايلات، وكمان الكاميرتين هتلاقي كاميرتين في الخلف. بسم الله الرحمن الرحيم، معاكم احمد الجرموسي، والنهارده ان شاء الله هنشوف مع بعض ازاي تقدر تقرر تشتري موبايل هواوي واي 7 برايم 2018 ولا ما تشتروش بناء على المميزات والعيوب اللي موجوده فيه. طبعا اي موبايل في الدنيا فيه مميزات وفيه عيوب، بناء عليه انت اللي بتحدد هل تشتري الموبايل ده ولا لا، بناء على المواصفات اللي انت بتشوفها، هل بتناسب شغلك او احتياجاتك سواء كنت ولد او بنت. فكل ده هنشوفه مع بعض من خلال الفيديو ده ان شاء الله. محتوى الفيديو هيكون كالتالي: اول حاجه هنشوف مع بعض علبه الموبايل وكل المحتويات اللي فيها، ثاني حاجه هنشوف مواصفات الموبايل بشكل سريع، بعد كده هنشوف مميزات وعيوب الموبايل، بعد كده هقول رايي او انطباعي عن الموبايل علشان تعرف هو مناسب ليك وتشتريه ولا لا. الموبايل موجود بثلاث الوان: اللون الاسود واللون الذهبي واللون الازرق اللامع اللي هو معانا النهارده، وسعر الموبايل حوالي 3000 جنيه او 3100 او 3000 الا 100 على حسب ما تلاقيه موجود في السوق المصري، وفي السعوديه حوالي 715 او 720 ريال سعودي. تعالوا كده نشوف محتويات العلبه مع بعض. لا كده انا راسي باينه، اطلع شويه فنيجي نفتح العلبه، وخلي بالك ان اللزقتين اللي على الاطراف دول لازم انت تكون اول واحد شايلهم علشان تضمن ان الموبايل او كرتونه الموبايل ما تلاحقش قبل كده. هتلاقي في وشك على طول الموبايل، بعد كده هتلاقي سكرينه من الازاز لان الموبايل ما بيجيش عليه طبقه حمايه، بعد كده هنلاقي دبوس الموبايل، بعد كده دليل الاستخدام، بعد كده جراب الموبايل من السيليكون الطري، بعد كده شاحن الموبايل ووصله الشحن من نوع مايكرو اس بي وسماعات الهاند فري وشهاده ضمان الموبايل. عندنا شاشه 5.9 بوصه من نوع تي اف تي ال سي دي كاباسيتيف بتدعم اللمس المتعدد، 16 مليون لون بدقة 720 في 1440 بكسل، وزي ما احنا شايفين الشاشة بالابعاد الجديدة 18 ل 9، والشاشة ما عليهاش اي طبقة حماية، فعلشان كده لازم تركب السكرينة اللي بتيجي مع الجهاز. معالج الموبايل من نوع سناب دراجون 430 بمعمارية 64 بت، وبيجي بثمان انوية وبتردد 1.4 جيجا هرتز. والمعالج الحقيقة مش المعالج القوي او حتى المتوسط، ولكن ممكن نقول ان هو اقل من المتوسط حاجات بسيطة، ولكن هيقضي معاك الشغل اللي انت عاوزه في الموبايل باستثناء الالعاب التقيلة، فهتلاقي فيه لاج او تقطيع وانت بتلعب الالعاب اللي الجرافيك بتاعها عالي. اما الذاكره بتاعت الجهاز او الرامات بتاعت الجهاز فبتيجي ب 3 جيجا بايت، والذاكره الداخليه 32 جيجا بايت، والحقيقه شايفها مساحه داخليه مناسبه لان خلاص 16 جيجا موضه قديمه وانتهت، وتقدر تضيف كارت ميموري لحد 256 جيجا بايت. بالنسبه لنظام التشغيل، فالموبايل بيجي باندرويد 8 او اندرويد اوريو مع احدث واجهه لهواوي وهي الايموشن يو اي 8.0. بالنسبه للكاميرا الخلفيه للموبايل فهي كاميرا مزدوجه، الاولى بدقه 13 ميجا بكسل والثانيه بدقه 2 ميجا بكسل. الموبايل بيدعم الضبط التلقائي للصور وخاصيه الاتش دي ار وكشف الابتسامه والبانوراما، وبما ان في كاميرا ثانيه فاكيد بيدعم خاصيه او وضع البورتريه او خاصيه العزل مع فلاش ليد ثنائي وامكانيه تصوير الفيديوهات بدقه فول اتش دي. وبالنسبه للكاميرا الاماميه فبتيجي بدقه 8 ميجا بكسل ومعاها فلاش امامي علشان الصور السيلفي، وكمان تقدر تصور فيديوهات اتش دي بدقه 720 بي ب 30 اطار في الثانيه الواحده. بالنسبه للبطاريه فهي غير قابله للازاله، والساعه بتاعتها 3000 ملي امبير، ودي اقل من اللي كانت موجوده في الواوي واي 7 برايم 2017، والبطاريه ما بتدعمش الشحن السريع. ولو بصينا تحت هنلاقي منفذ للسماعات 3.5 ملم ومنفذ مايكرو يو اس بي للشحن ونقل البيانات، وبعد كده مايك المكالمات والسبيكرز او السماعات الخارجيه للموبايل. على يمين الموبايل زراير تعلية وتوطيه الصوت وزرار الباور، واللي ملمسهم واحد. وعلى شمال الموبايل هنلاقي درج شريحتين الاتصال من نوع نانو وكارت ميموري من نوع مايكرو اس دي كارد، وكويس ان درج الشريحه مش ضعيف نسبيا لان في بعض الموبايلات في نفس الفئه دي الدرج فيها لو عملته كده بيتني معاك او ممكن يتكسر لو تعفيكت عليه حاجات بسيطه، ولكن هنا الدرج الى حد ما معقول. وبالنسبه للشاشه فتصميمها كويس على الموبايل، فمش هتحس ان هي حواف حاده كده لو جيت تمشي صوابعك على الجوانب بتاعه الموبايل، وكمان الجوانب الدائريه بتاعه الموبايل هتخلي مسكته مريحه معاك في الايد ومش هيقع منك بسهوله. والكاميرات مش بارزه قوي ولكنها طالعه حاجات بسيطه عن ظهر الموبايل، ولكن مش البروز اللي زعلك. وبالنسبه لتجربتي في التصوير بالموبايل سواء كانت الكاميرا الاماميه او الكاميرا الخلفيه، فاقدر اقول ان الكاميرا
الكاميرا مش كويسه قوي ولكنها معقوله بتقضي الغرض، لكن في الاضاءات الضعيفه فالكاميرا ما يعتمدش عليها خالص، فلازم تستعمل الفلاش الامامي او الفلاش الخلفي في الاضاءات الضعيفه سواء كنت في البيت بتاعك او كنت بتصور بالليل، ولكن في ضوء النهار وضوء الشمس فالصور بتكون كويسه وشارب وفيها تفاصيل كتير. لكن خليني اقول لك، لو انت هتشتري الواوي واي 7 برايم وبقول اهو علشان الكاميرا بس، فما تشتريش الموبايل علشان الكاميرا بس، فالكاميرا مش ادائها القوي اللي انت راح تشتري موبايل علشان الكاميرا فيه، ولكن زي ما قلت لك في ضوء النهار او الاضاءات الكويسه عندك الكاميرا هتديك الاداء اللي انت عاوزه، اما في الاضاءات المتوسطه او الضعيفه فالكاميرا ما بتديش اداء كويس. وبالنسبه لاداء الموبايل في الالعاب فمش هيديك الاداء المثالي، ولكن هيقضي الغرض في الالعاب الثقيله وممكن تحس بسنه لاج او تعليق بسيط وانت بتلعب. والجميل في الموبايل انك مش هتحس بسخونه زياده علشان جسم الموبايل البلاستيك، فمش هتحس بسخونه مفرطه وانت بتلعب او لو استعملت الموبايل لفتره طويله. اما بالنسبه لسرعه الموبايل والتنقل ما بين البرامج والالعاب اللي شغاله في الخلفيه مش هتحس ببطء جامد، وان كان ممكن لو شغلت برامج او العاب كتير هتحس بسنه تقطيع او لاج وانت بتتنقل ما بين التطبيقات والالعاب، وده اعتقد بسبب وجه هواوي. بالنسبه لمميزات وعيوب الموبايل فخلونا نبدا بالعيوب الاول وبعد كده نخش على المميزات، ولكن خلونا قبل ما نبدا اقول لكم ان اي حاجه في الدنيا فيها مميزات وفيها عيوب، فمش معنى ان انا هقول مميزات يبقى انا بمجد وبعظم في الموبايل ده وروح اشتريه، او ان انا اقول عيوب يبقى انت خلاص كده ما تشتريش الموبايل ده، لا، انا هقول الحاجات دي بناء على التجربه بتاعتك او على استخدامك او على المواصفات اللي انت محتاجها هتحدد هل الموبايل ده مناسب ليك ولا لا. فخلونا نجمع كده بعد ما قلنا او عرفنا مواصفات الموبايل بالتفصيل، خلونا نقول المميزات وعيوب مع بعض. اول عيب معانا هي جوده الشاشه، الشاشه عندنا من نوع تي اف تي مش من اي بي اس، فهواوي ما اهتمتش قوي بالشاشه، فدرجه الوضوح والالوان لو جيت تحطها جنب موبايل زي الواوي ميت 10 لايت او حتى موبايلات في نفس الفئه هتحس ان الالوان باهته سنه، وان كان بعض الناس ممكن ما تلاحظهاش، ولكن الشاشه فعلا جودتها منخفضه. بس في حاجه، يعني زوايا الرؤيه انا قلت لما اجي ابص كده يمين او شمال او هعمل الموبايل بالشكل ده كده فمش هبص او مش هعرف اشوف، ولكن فعلا عرفت اشوف. اما في الاضاءات العاليه او ضوء الشمس هتحتاج انك تعلي برايتنس او سطوع الشاشه علشان تعرف تشوف الشاشه كويس. مفيش اي طبقه حمايه على الشاشه، علشان كده حاطين معاها سكرين بروتكتور علشان تحمي الشاشه بتاعتك. تاني عيب هو الكاميرا، الكاميرا الخلفيه مش الاداء القوي قوي وادائها بالليل يعني مش جامد قوي، وده يمكن بسبب فتحه العدسه اللي مش واسعه. وبالنسبه للكاميرا الاماميه فما اختلفتش كتير عن الكاميرا الاماميه اللي كانت موجوده في نفس الموبايل ولكن السنه اللي فاتت، فهواوي ما اهتمتش او طورت بالكاميرا الاماميه بالشكل المطلوب، الا انها اضافت ميزه التعرف على الوجه مع فلاش امامي عشان تقدر تتعرف على وشك وتفتح الموبايل من خلال خاصيه الفيس انلوك او الفيس اي دي. معالج اداؤه متوسط، وان كان في نفس الفئه في موبايلات تاني فيها معالج اقوى من اللي موجود في الواوي واي 7 برايم 2018، فمش عارف ليه هواوي ما طورتش او حطت معالج اقوى شويه من المعالج اللي موجود ده. حجم البطاريه برده قل عن النسخه اللي فاتت، بتيجي بسعه 3000 ملي امبير، والموبايل ما بيدعمش الشحن السريع. تصميم الموبايل كله من البلاستيك بالكامل، فكان ممكن نخلي مثلا الحواف حتى من المعدن والظهر من البلاستيك، ولكن بعض المستخدمين هيشوفوها ميزه لان حجم الموبايل فعلا خفيف في الايد مش تقيل قوي، واتمنى ان البلاستيك ما يكونش من النوع اللي بيقشر من كتر لا الاستخدام، تحطه في جيبك ومع العرق مع انك تشيله وتحط، فما اعرفش هل الماتيريال دي هتستحمل لسه مع الوقت ولا لا، لان دي حاجه ما اقدرش احددها الا بعد ما اكون استخدمت الموبايل لفتره كبيره. العيب الاخير هو ان الموبايل ما بيدعمش تقنيه ال NFC، وكمان ما بيدعمش مستشعر الجيروسكوب، فبالتالي مش هتقدر تستعمل نظارات الواقع الافتراضي. وزي ما بدأنا في العيوب بالشاشة هنبدأ برضو بالشاشة في المميزات. فأول ميزة معانا إن الشاشة بتيجي معانا فول ديسبلاي بالأبعاد الجديدة 18:9 في فئة ال 3000 جنيه، كمان الحواف بتاعتها صغيرة جدا. أما الميزة التانية فهي خاصية الفيس أي دي أو الفيس أنلوك، وإن الموبايل بيقدر يتعرف على وشك فيفتح معاك على طول، ولكن ما تعتمدش على الخاصية دي كميزة أساسية، بيجي بكاميرا خلفية مزدوجة من خلالها تقدر تاخد صور في وضع البورتري مود أو وضع العزل، وجربت إن آخد كذا صورة وأجرب خاصية العزل وإلى حد ما التجربة كويسة. الميزة اللي بعد كده اللي بحبها الحقيقة في الموبايلات ان الاقي درج شريحه الاتصال او شريحتين الاتصال معاهم كارت ميموري، مش يجبرني ان استعمل يا اما شريحتين اتصال بس يا اما استعمل شريحه وكارت، فبالتالي بيلغي لي حاجه من اللي انا عاوزها، ولكن بيكون درج فيه التلات حاجات دول ماشي، درج فيه شريحتين اتصال وشريحه واحده زي موبايلات انفينكس برده ماشي، مفيش اي مشكله، المهم يكون معايا الاوبشن ان انا استعمل التلاته دول مره واحده. اخيرا الموبايل بيدعم خاصيه الاو تي جي اللي هتسمح لك توصل فلاش ميموري في الموبايل او توصل دراعات وتلعب بلاي ستيشن او توصل كيبورد او كارت ميموري، وكنت شرحت قبل كده اهم استخدامات وصلت الاو تي جي تقدر تشوفها من خلال الاي دي او الاي دي، وكمان شرحنا حركات واختصارات موجوده في موبايل واوي تقدر تشوفها وتتعرف عليها لو كنت بتستعمل اي موبايل من موبايلات واوي. فده بكل بساطه كان استعراض لاهم مميزات وعيوب موبايل واوي واي 7 برايم 2018، وان شاء الله يكون معانا الاونر 7 سي
والشاومي ريدمي 5 بلس تقريبا في نفس الفئة السعرية. فلو حابين نعمل لهم ريفيو مميزات وعيوب برضو قولوا لي من خلال التعليقات اللي موجودة تحت الفيديو وهنعمل مقارنة قريب عنهم بإذن الله. وأخيرا هسيب لكم رابط الشراء من خلال سودوتكم وجوميا لو حابين تشتروا الواوي واي 7 برايم من خلال الرابط دي كدعم ليا. واشوفكم في فيديو جديد بإذن الله. كان معاكم أحمد الجرنوسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.